للوقوف عند التجاذبات بين شركاء الاتفاق النووي الإيراني وأيضا مراوغات إيران فيها ومحاولتها إملاء شروطها. ينضم إلينا عبر الهاتف من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم. أستاذ طارق، مرحبا بكم. يعني كيف بدت لكم المؤشرات والرسائل المرسلة من إيران تجاه الاتفاق النووي وبروتوكوله المكمل بعد إعلان إيران صراحة وقف العمل بالبروتوكول الإضافي؟ تحياتي لكم. طبعا الجميع يعرف أن في إيران وتحديدا في تناولها الملف النووي هنالك اليد العليا والطويلة للمرشد الأعلى الإيراني وقوته يعني العسكرية وهي الحركة الثوري، وليس هنالك مكانة كبيرة للشعب الإيراني من خلال البرلمان الإيراني ولا حتى الحكومة الإيرانية، لأن رأينا في الازدواجية التي حصلت يوم أمس كيف البرلمان الإيراني أراد أن يقر قانون ولجنة يعني تحاكم الحكومة الإيرانية أو الدولة الإيرانية متمثلة بحسن روحاني وجواد ظريف عندما قاموا ب يعني تمديد نوعا ما وقاموا بالتعاون مع الوكالة الطاقة الذرية. فكل هذه الأمور هي أحصت نوع من الرؤية الجديدة، وطبعا هي القديم تجدد في هذه الحالة، والمرشد الأعلى كان له الكلمة الفصل في يعني في تناوله للملف النووي. أما بالنسبة أوروبيا وأمريكيا من خلال المجتمع الدولي المتمثل ب5+1، رأينا أيضا الموقف الأوروبي الضعيف والموقف المختلف الأمريكي، لأن اليوم إيران من جهة وأمريكا من جهة يتناولون هذا الملف، وكانت أوروبا وما زالت وأثبتت هذا الدور الضعيف لها من خلال عدم وجود آليات تطبيقية للأوروبيين في تناولهم للملف النووي الإيراني، وعدم وجود أي نقطة تركيزية وأي ركيزة قوية يستطيعوا أن من خلالها يضغطوا على النظام الإيراني، فقد اكتفوا ببيان ثلاثي بين الشركاء الأوروبية. أرادوا من خلال البيان من إيران أن يرجع إلى تعهداته في 2015. طيب أستاذ طارق، حتى لا أغادر هذه النقطة، يعني اشتراطات وتمسك إيراني بما تشترط من رفع العقوبات وفك الحظر عن أرصدتها المجمدة، باعتقادكم هل سيقبل هذا الشرط وهذا التمسك من قبل الولايات المتحدة والغرب؟ يعني إيران بعد من بعد ما أوباما ترك لهم أموال كبيرة في الاتفاق النووي 2015 تعودوا نوعا ما تدللوا أو قاموا بالعمل من خلال السيولة التي وصلت لديهم بعد 2015. الآن وبعد ما حصل في دورة ترامب خلال 4 سنوات والضغط الكثيف الذي كان عليهم من قبل الإدارة الأمريكية السابقة، حقيقة كل حساباتهم وكل معادلاتهم خربت نوعا ما. اليوم كوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى حتى استطاعت أن تفرض شروطها على إيران في تعاملها الاقتصادي، مثلا يأخذون نفط وبدل النفط يعني يغايضون إيران بأمور أخرى وبتبادلهم يعني بضاعة أخرى. فهذه هي الأمور ويعني بلاك أو نوعا ما امتلاك فلوس إيران أو أموال إيرانية لدى هذه الدول هي تعطي ضعف الملف الإيراني وقوة الملف الأمريكي في الضغط على إيران من خلال هذه الأوراق الضاغطة. لذلك اليوم الإيرانيين يطلبون من الولايات المتحدة في خطوة يرونها هم من جانبهم إنها خطوة بالاتجاه الذي يرجع إلى الاتفاق النووي، يريدون من الأمريكيين حسن النية أو مبادرة حسن النية لتثبت نوايا أمريكا في الوصول أو في الرجوع إلى الاتفاق النووي. طيب. وهذا لا نرى يعني لا يمكن أن نتكهن بالموقف الأمريكي الخارجي تجاه هذه النقطة، لأن وزارة الخارجية الأمريكية مختلفة عن كل المؤسسات الأمريكية، فهي ترسم السياسة الخارجية الأمريكية وفقا لمؤسسات عريقة في الولايات المتحدة ترسم السياسة الخارجية الأمريكية. طيب أستاذ طارق، في اجتماعه الأخير أعرب حلف الناتو عن قلقه من قرب امتلاك إيران سلاحا نوويا، كيف نتوقع المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها الحلف؟ يعني
للأسف الشديد الناتو أثبت ضعفه في تناوله للملفات الأقليمية منذ أن قامت روسيا بكثير من يعني تجاربها وبكثير من التجاوزات على أوروبا. على سبيل المثال في أوكرانيا ما حصل وفي الجزيرة خرم ما حصل من قبل روسيا. أيضا هنالك تجاوزات إقليمية، مثلا كانت هنالك تضارب في الرؤى فيما يتعلق بتناولهم في الخلاف الذي حصل بين تركيا وبين يونان. فكل هذه الأمور هي مؤشرات بالدرجة الأولى إلى أن الناتو لا يستطيع أن يقابل هذا يعني التجاوز الإيراني وهذه القوة الإيرانية النافذة والتهديد الإيراني الذي دائما كانوا يقولون لدينا صواريخ تصل إلى أوروبا. فأنا أرى أن هنالك قوتين يستطيع أن يرجعوا إيران، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أكبر يعني عدو إقليمي في المنطقة. في هذه النقطة تحديدا، موقف الكيان الصهيوني من مناورات إيران واشتراطاتها، هل نتوقع أستاذ طارق من تل أبيب أن تتحرك منفردة لوقف وصول إيران للقنبلة النووية؟ يعني هل بإمكان إسرائيل أن تتحرك لوحدها وتقوم ربما بضرب إيران؟ إسرائيل رأينا في تجربة 2007 في سوريا و1981 عندما ضربت رفاعي تموز العراقية في زمن لاحق صدام حسين أثناء الحرب اليانية العراقية. خير تجربة كانت لنا أن إسرائيل لا تتهادن ولا تتهاون مع هكذا تجارب نووية أو محاولات للوصول إلى السلاح النووي في المنطقة إذا ما لاحظت أو شعرت بأن هذه الملفات تستخدم ضدها. فمن المؤشرات تشير أن الإيرانيين يريدوا أولا يعني ضمان وجودهم في السلطة من خلال امتلاكهم السلاح النووي. إذا ما كان هذا السلاح موجها لإسرائيل وإذا ما حست إسرائيل بهذا الشيء ستضرب المواقع النووية الإيرانية بلا استثناء بلا توقف. من أوسلو الناطق الرسمي لجبهة الأحواز الديمقراطية طارق جاسم، شكرا جزيلا لكم.